أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي، طلاب الصف الحادي عشر. هذا هو الأسبوع السابع. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال هذا الأسبوع، الأسبوع السابع. كونوا معي. كما يظهر أمامكم، فهذا الموضوع ليس بجديد علينا، وهذا الموضوع يتصل بحياتنا اتصالا كاملا. حقوق الزوجين. يتوقع منك عزيزي الطالب أن تبين الحقوق المشتركة بين الزوجين، أن تتعرف إلى حقوق الزوجة على زوجها، أن تتعرف إلى حقوق الزوج على زوجته، أن تقدر اهتمام الإسلام بحقوق الزوجين. محاور الدرس: حقوق الزوجين، الحقوق المشتركة بين الزوجين، المعاشرة بالمعروف، الإرث، حقوق خاصة بالزوجة، المهر، النفقة، حقوق خاصة بالزوج، طاعته بالمعروف، المحافظة على عرضه وماله. الحقوق المشتركة بين الزوجين: يشترك الزوجان في مجموعة من الحقوق بينهما، ومن ذلك المعاشرة بالمعروف والإرث، وتتشكل المعاشرة بالمعروف بالصحبة الجميلة، الاهتمام المتبادل، الصبر، حفظ الخصوصية والعلاقة بين الزوجين. المعاشرة بالمعروف: حتى الإسلام كل من الزوجين أن يعامل الآخر بالإحسان والمعروف. قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف، وقال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ومن صور المعاشرة بالمعروف الصحبة الجميلة، تتحقق بحسن الظن، الاحترام والتقدير المتبادل، الرفق، انتقاء أجمل الألفاظ، العمل على خلق جو من الحوار البناء، البعد عن التعنيف، تجنب الإساءة المادية والمعنوية، التجاوز عن الأخطاء، وأن لا يثقل أحدهما على الآخر بكثرة المطالب ويكلفه فوق طاقته. الاهتمام المتبادل، فيشعر كل منهما الآخر بأنه موضع اهتمام، يعمل على مراعاة مشاعره وإدخال السرور إلى قلبه، التجمل، إظهار الزينة، وتلبية حاجاته بقدر الاستطاعة، الصبر، وذلك بأن تصبر الزوجة على زوجها إذا أصابته فاقة أو ضائقة مالية، وأن تتحمله في مرضه وهمومه، وأن يصبر هو عليها إذا مرت بتغيرات صحية أو نفسية. حفظ حقوقية العلاقة الزوجية، هذه الخصوصية بأن لا يفشي أحدا منهما سر الآخر أو عيوبه. حقوق خاصة بالزوجة، وهي المهر والنفقة، ويترتب ذلك على عقد الزواج الصحيح، وهنا يتمثل المهر بالمبلغ الذي يضعه الرجل لزوجته، والنفقة هي تلبية احتياجاتها المادية من مأكل ومشرب ومسكن ضمن استطاعته، ليس أقل أو أكثر. حقوق الزوج: كما للزوجة على زوجها حقوقا، فإن للزوج على زوجته حقوقا واجبة عليه. ومن هذه الحقوق طاعته بالمعروف، المحافظة على عرضه وماله. طاعته بالمعروف، هنا على الزوجة احترام زوجها وتقديره وطاعته فيما يرضي الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. وهذا لا يعني أن يتعسف الزوج في هذا الأمر فيأمر زوجته بما لا تستطيع أو بما فيه معصية لله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إلى هنا عزيزي الطالب، هذا عرض سريع لما سنتناوله خلال هذا الأسبوع، الأسبوع
السابع. أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.